صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الشرقية. اليوم بلشين وياكم حلقة جديدة مليانة بالطاقة والحيوية، إن شاء الله تستمتعون ويانا بالحلقة. وصباح الخير عليك. صباح الخير علي زهراء، وصباح الخير لكل مشاهدينا. بلشين وياكم حلقة جديدة، أكيد مثل ما قالت بطاقة إيجابية وحيوية، لكن نبلشها بأهم مواضيعنا لحلقة هذا الصباح. اقتناء المجوهرات والأحجار الكريمة من الأمور التي تشتهر بها المرأة منذ القدم، فهل لديها اطلاع عن الأنواع أو أنواع الأحجار الكريمة؟ موضوع استطلاع اليوم من السليمانية، والتي راح يشاركنا به بالساعة الثانية من استوديو دبي هبة جابر. طالب يحيى حامد مئات الشهادات العلمية والفنية يحصدها رغم صغر سنه. وصاحب النفس الطويل هي صفة عازف الساكسفون سيفان بايدر، ضيف استوديو أربيل في حلقة اليوم. السلطات والمقبلات من الأطباق الأساسية في المطبخ العراقي، فكيف نهتم بتفاصيلها؟ نتابع بحلقة هذا اليوم. البحيرة الوردية حقيقة لا يستوعبها العقل. وأكيد مشاهدينا بنهاية عناويننا ما راح ننسى أنه عندنا سؤال تفاعلي مثل كل يوم. سؤالنا التفاعلي اليوم زين، ما هي الأحجار التي تحبون تقتنوها وهل تؤمنون بطاقاتها؟ وأكيد ما راح ننسى. تذكرون تقدرون أنتم همين تعلقون عن طريق الكيو آر الكود موجود عن الشاشة، وتقدرون تمسحون هذا الكود اللي راح يأخذكم مباشرة إلى صفحة الإنستغرام، وتقدرون تعلقون وتقولون رأيكم هناك عن طريق الكومنت. حياكم الله مشاهدينا، مثل ما وعديكم كل حلقة أربعاء تكون مميزة جدا بتقاريرها وبالمواضيع اللي نتناولها، وكل مرة نأخذكم إلى عوالم مختلفة، لكن بحلقة هذا اليوم راح نأخذكم إلى عالم المجوهرات، هذا العالم اللي يحبه ويعشقه كلا الجنسين الرجال والنساء. بس أعتقد زين النساء يحبوه أكثر لأن هم يشوفوه كزينة أيضاً، مو بس يؤمنون بطاقاته، فيعتبروا أنه كأكسسوار يحبون يلبسوه أيضاً الرجال أيضاً، بس النساء أكثر. ودنشوف بهالأيام مو بس أكو تنوع إن أكو هواية أحجار، لا بالعكس أكو أيضاً الأحجار اللي تتعلق بأبراجنا اللي هي صارت مشتهرة كلش بهذا اليوم. فاليوم إحنا اختارينا لكم مكان نسوي بيه استطلاع ونروح نشوف الأحجار الكريمة الموجودة بالسليمانية، ونشوف هم موجودة عندهم كل هاي الأحجار، وخلينا نشوف هذا ونرجع لكم. عندي ذهب وعندي فضة، يعني من زمان أنا عندي ذهب من طفولتي، بس اللي أكثر عندي حالياً فضة. بعد زواج يعني زواج أنا ذهبي وكل نشاني ذهب، بس على صفحة واللي ألبسه واللي أكشف فيه لا فضة، لأن يعني زوجي يهتم بي والأشكال اللي يجيب ليها أنا أحب ألبسها كألوان كأشكال، يعني أكسسوارز أكثر عندي فضة أحبها. الذهب على صفحة ما ألبسه، بس من بقيته واللي أطلع بيه لا فضة. نعم أكثر البنات أحب المجوهرات وأنا أحب الفضة، وأكثر شيء يعني أمتلكه بالبيت الفضة.
أكثر النساء يحبون يمتلكون الياقوت، يحبون الفضة، يحبون الذهب، يحبون الأكسسوارات. أكثر النساء دائما تحب تتمتع، يعني تحب تتمتع بالذهب مثلا أو الفضة أو شغلات يعني تخلي المرأة دائما أجمل تصير. بس أنا بالنسبة إلي ما أحب هاي الأشياء، يعني دائما أذكر مثل الياقوت مثل الألماس، أنا ما أحبها. أحب الذهب، أحسه ناسك، أحسه مجوهرات أروع. يعني صح أنا هسا أحب الفضة، بس الذهب أحلى، أحسه لمعته أقوى، أحسه يعني شوية أنزك. أنا أحب الفضة أكثر شيء، يعني أحب يعني أجمع الفضة، يعني يجيبوا لي هدايا ونبات أهلي يجيبوا لي ذهب أو شغلات، يعني أحب الفضة أكثر من الذهب. طبعاً أمتلك بالمجوهرات وأحب المجوهرات خاصة ذهب، وأني عندي ذهب بالبيت. بس شنو الظروف المادية هسه؟ يعني أقدر يعني مثلاً أشتري ألماس هذا، بس على ظروف المادي أنا أحب يعني ألماس أكثر من الذهب، بس على مود الظروف المادي لازم أشتري ذهب، يعني على قد الحال. نعم أحب أمتلك المجوهرات، أحب أمتلك نوع من المجوهرات الذهب والألماس، بس يعجبني الذهب بالدرجة الأولى. الألماس هم كذلك أحب أن تنكه، بس أحب الذهب أكثر من الألماس، يعني الذهب ذات بريق ولمعان أكثر، النساء يفضلونه أكثر من الألماس. أكيد كل بنية تمتلك مجوهرات، وهي المجوهرات تكمل اللبسة وتحليها، وهي تبقى حسب الحالة المادية للبنية، يعني اللي تقدر تشتري واللي معتها تشتري أشياء بسيطة، مو شرط ذهب أو هاي، أكو هم فضة. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا الاستطلاع من السليمانية، وشفنا رأي الناس اللي يحب الألماس، اللي يحب الأحجار الكريمة، اللي يحب الذهب. كل شخص كان له رأي شكل. بس اليوم احنا بالاستوديو جبنا لكم أحد هاي الأحجار الكريمة، تقدرون تشوفوها إذا قربنا الكاميرا. هذا الحجر اسمه الياقوت اليماني. حلو. زين، هذا من الأحجار الكلش نادرة، تعطي طاقة، تخلي صاحبها دائما يشعر انه هو راح يسوي واي نجاحات، دائما طريقه ميسر مثل ما نقول. واي اشخاص ايضا خلاص اذا لبس فد حجر معين يقول خلاص انا دا احس براحه، فهذا من واحد من هاي الاحجار. شلون رايك بيزين؟ كلش حلوه. تعرفين زهره، الاحجار الكريمه مثل ما قالوا هواي بالتقرير، شفنا انه كل واحد يفضل نوع حجر معين. يقولون انه الاحجار الكريمه دائما تجيب فال خير. صحيح. أكو يقولون مثلاً تساعدنا حتى نبتعد أو تبتعد عن العين، أو أكو هواي شغلات معتقدات حول هذا الحجر، هواي عالم يتبنون هاي الأفكار، فعلى متيش نشوفها مستخدمة جداً بالتسابي أو موجودة بالخرزات اللي يستخدموها بالحلي، وأيضاً بالبيوت يخلون على بيبان بيتهم الأحجار الكريمة، وتستخدم بالإكسسوارات همينة بشكل كلش كبير. مثل ما قلنا هاي تعتبر من الشغلات اللي احنا توارثناها ومعتقدات. زين، هسه من نشوف الأبراج، أكو أحجار مرتبطة بالأبراج أيضا، يعني الناس تقتني بها، أنه مثلا أنت مثلا برجك الحمل أكو فد حجر معين يرتبط ببرجك، فأنت لازم تشتري هذا الحجر، مو أي حجر أنت تقتني، يعني ما يصير مثلا أنت حجرك البرج الثاني تروح تاخذ. فهذا الشيء دارج كلش هالايام، انت سامع بهذا الشيء قبل؟ يعني سامع انه اكو اشخاص يامنون بقدرات ممكن تنطيها هاي الاحجار للاشخاص، لكن انا شخصيا مو كلش ويا هاي الفكره، ما اعرف انه ممكن يكون عندها قدره عند اشخاص يعتقدون بهاي القدره الخفية تكون في بعض الأحيان، لكن مثل ما قلنا هي أشخاص تعتمد على الأشخاص ومعتقداتهم. ما أعرف زهرة أنت شنو رأيك بيها؟ تعتقدين أنه أكو طاقات خفية خلف هاي الأحجار؟ يعني في بعض الأحيان بصراحة، بس همي راح نشوف رأي مشاهدينا من راح يشاركونا بتعليقاتهم اليوم، اللي هي هل تقتنون بالأحجار وهل تآمنون بطاقاتهم، أو شنو الأحجار اللي أنتوا تحبوها؟ راح نقرأ تعليقات. زين بين ما تطلعين التعليقات،
قبل تذكرين زهراء كانوا ينطونا حجر يقولون هذا الحجر شيلوا وياكم راح يجيب لكم الفال أو يعني الحظ يكون وياكم الجود لك يسموه. فهذا الحجر هم من نوع من أنواع الأحجار الكريمة مثل ما قلنا هي مجموعة كبيرة كلش من مثل ما قلتي هذا الحجر واحد من عندهم لكن تعتمد هم من استخداماته عن تفرق بين رجل والمرأة صح زهراء؟ أي طبعا أكيد قلت لك هي طاقات يعني أكو ناس ترتدي لأنه هو هسه أكثر شيء نادر دارج اللي هو الياقوت اليماني وأكو هواي أحجار أصلاً بعدها ما مكتش فيها يعني لأنه مو كل الأشياء الموجودة هسه كأحجار موجودة أكو أشياء نادرة جداً ممكن موجود منها كثلاث قطع بالعالم كلها. أنت شو تفضلين سهراء؟ أنا بصراحة أحب الكهرمانة اليوم هم لابست لكم حجر هذا الحجر هم من يعطي طاقة بصراحة أنا من لبست هذا الحجر صرت أحب الأحجار خلاص يعني تتفاعلين بالخير بعد واليوم عنده موضوع زين كلش حلو بس راح أبدي وياكم بطريقة مختلفة جدا كلنا نعرف ألبوم الصور هذا الألبوم يجمع الصور يخزن هواية صور أنت موجودة عندك واليوم عندنا شاب يشبه هذا ألبوم الصور اللي هو يحيى حامد مرحلة رابعة من قسم الأشعة والسونار أكيد راح تقولون شنو الربط بين الألبوم وحامد بس راح أقول لكم أنه هو مو عند هذا الألبوم حتى يجمع به الشهادات العلمية ما شاء الله عليه هذا الشاب شنو شيء موجود بمجاله ومن خارج مجاله يحب يدرسه مثلا زين اليوم فتحت دورة تعليمية جديدة يحب يدخل بها حتى لو ما يفتهم بها يحب يتعلم هذا الشيء خلاه يفوت بمجالات واسعة بدون ما يقول مثلا هذا المجال صعب علي أو هذا المجال سهل علي فما شاء الله عليه جمع شهادات عدة والحلو طبعا انه هذا الشيء راح يوفر له بالمستقبل فرص عمل كلش واسعة أكيد. بس انا ما اشوفها بس من جانب فرص العمل لانه هذا الشيء راح يفتح له ثقافة نفسه راح اهله يفتخرون هو ايش قد ما شاء الله عليه شاطر ولهذا السبب دائما نشوف ورا كل انسان شاطر لهالدرجة اهلي يساندوه ومن هذا المنبر احنا نحب نقول له ما شاء الله عليك انا اهنيك جدا خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع وياكم اول شهاده من جابها يعني 2018 يعني احنا فرحنا حيل فقمنا من وراء هذه الشهادة اللي أخذها قمنا يعني نتابعه حيل وشفنا أنه من دفع فإحنا قررنا أن ندفع وندعمه بعد أكثر فكل ما يجيب شهادة نقول له أكثر يعني يجيب شهادة غير هذه أي دورة لصير ادخل بها حتى تستفاد منها مستقبلا أتفيدك بالحياة المدنية أو بالحياة العملية أو بالوظيفة وإذا ما تستفاد منها هي شهادة ماكو شهادة يعني تفيد وما تضر فأنا ننصح الشباب أنه يعني يأخذون حظه كن يشجعوه أخوانه يعني أصدقائه حتى الناس الغربة المفروض يشجعوه يعني على هيجي شيء نطلب من جميع أهالي الطلاب أن يدعمون ولدهم يدفعوهم إلى أنه يدورون شهادات ماكو شهادة أنه تنقع وتشرب مية ماكو شيء الشهادة تفيد بكل وقت يعني الشهادة تفيد ومضر ماكو موظف توظف بدون شهادة أكو بس قل لي أكو موظف كان توظف بدون شهادة إذا ما شهادة ما يتوظف يجي يعني يصير حاله حال أي مستخدم بسيط بس إذا عنده شهادة لا يصير موظف وبعدين يتقدم بالوظيفة إلى يصير مدير عام يجي يصير وزير في يوم من الأيام لأنه عنده شهادة فإذا الشهادة تفيد ومضر جامعة الكتاب قسم الأشعة والسونار مرحلة رابعة حبيت أشارك بالشهادات يعني كونها شغلات من طموحي يعني من مجال تخصصي وحتى مو مجال تخصصي يعني عندي شهادات يعني عندي شهادات من ضمنها بالتصوير تحلية المياه بالتجميل عندي همينة
شهادة وبالإسعافات الأولية والتحليلات، يعني أكثر من شهادة عندي مجالات، يعني حتى مو من ضمن الاختصاص مالتي. فتعرف الدعم من الأهل لازم، يعني مطلوب لازم. والله حلمي يعني دكتوراه، ماجستير ودكتوراه، يعني حلمي أنا يعني شوية عندي طموح، فحابب أصل لهذا الطموح، يعني استفادة مثلا بالتوظيف أو مثلا بالحياة اليومية، حتى لو أنه حياة عملية أو علمية، بالحياة اليومية فادتني كلش، يعني بالدورات بالهذي أخذ معلومات أطبقها بالبيت من أحد يمرض أو شيء. فالحمد لله يعني لقيت استجابة كل زين، يعني يحذون حذوي، يعني ترى هي يعني مو انه الشهادة اذا ما راح تفيدك ما راح تضرك، وهي ماكو شهادة ما تفيدك، وخاصة العراق يعني محتاج ناس تشتغل عليه. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير. طبعا نحيي اي شخص ممكن يفكر بهاي الطريقه انه يجمع الشهادات. اكو اشخاص عندهم هوايه تجميع الطابع او يجمعون الطابع، يجمعون الشغلات، الدنانير، الفلوس، لكن هذا الشخص عنده هوايه انه هو يجمع الشهادات، لكن بنفس الوقت القيمه اللي تنطيها هاي الشهاده لهذا الشخص هي قيمه لا تقدر، واكيد هي راح تفيده بالمستقبل. شنو رايك انت زهرة؟ ما شاء الله عليه. نحب انه نتمنى له النجاح دائما، ونشجع كل الاهالي انه يشجعون اولادهم على نفس الطريق اللي راح به يحيى. مشاهدينا ننتقل الى استوديوهاتنا في دبي مع ميس ورولا، ونقول لهم صباح الخير صبايا. صباح الخير زين، صباح الخير زهراء. صباح الخير عليكم زين وزهراء، على هذا صباح الأنوار عليكم، صباح الشرقية. صباح الخير. فعلا الموضوع جدا حلو، يهم كثير من الناس ويهم كثير من الناس. كلش حلو هو الموضوع ده، نحكي فيه التفاعل حتى على السوشيال ميديا اليوم. لهذا السبب احنا حابين اكثر نفوت بتفاصيل هذا الموضوع، وحبيت زهراء موضوع الكهرمان اللي لابسه، لانه فعلا انا همينة جت فتره قريت كثير عن موضوع الكهرمان، وفعلا احس به طاقه حلوه لما نلبسه. صحيح. زين انتوا شنو الاحجار اللي تفضلوها ميسر ولا؟ انا زين احب الروز كوارتز، حجر الروز كوارتز كلش احبه، اللولو كلش احبه، والفيروز كلش احبها بعد. الاحجار كلها احبها. كلها حلوه. كلها لابسه اصلا احجار على ايدي. احجار ناسكه جدا. زين تامنون انت، يعني تامنون انه عندها طاقه محدده او اكو طاقه خلف هاي احجار ممكن احنا ناخذها؟ والله زين هذا يرجع للناس المختصين بهذا الشيء، بس يعني هم ينكتون بين فتره وفتره يسموني ميس طاقه، لانه كل شيء اللي ممكن، يعني ما اعرف اذا فعلا بي طاقه ولا لا، بس اذا ممكن بي طاقه البسه. هو شوف يمكن هو شيء نفسي هم، يعني زين اذا ايضا سامعين انه اكو احجار تتعلق بالابراج، هل سامعين بهالشيء قبل؟ صح صح، انا سامعه بهذا الشيء ودائما اقرا عليه. شفت انه احيانا هو مو بس، لانه دائما علم الابراج دائما نتخيله هو كانه شنو برجك اليوم، هو اكثر من هذا الموضوع. يمكن اكو الشيء اللي هو الشيء العلمي بعلم الطاقه، اللي هو احنا بيوم خلقنا وشون كانت حركه الشمس والقمر والكواكب بشكل عام. فاني احس انه لا فعلا الى دور موضوع انه احنا هاي التشارمز اللي نلبسها، الاشياء اللي تكون دائما ويانا، احسها فشي جدا. وحتى زمان اتصور ميس يمكن الناس كانت عندها اكثر ثقه بهذه الاشياء، وكانوا معتقداتهم انه لازم يلبس شيء حتى يجلب له الحظ. اي وحتى هم يبعد العيون عنهم. زهراء وزين احنا راح نكمل على موضوع المجوهرات، نريد نسمع راي الناس من عندكم. صح.
ونترككم ويا فقراتكم. شكرا لكم على سيرة رولا المجوهرات اللي قاعد يحشون بها، وحتى السؤال التفاعلي لحلقة اليوم. اليوم عندنا ضيفة جدا جميلة، وراح نتكلم عن كل المجوهرات والأحجار اللي موجودة، وشو ممكن احنا إن كانت المجوهرات والأحجار الكريمة واقتنائها، وراح تفيدنا بمعلومات أكثر عن هذا الموضوع. خليني نرحب بضيفتنا بهذا الصباح، هبة جابر. صباح الخير. مرحبا، صباح الخير. بداية هبة، في صباح الشرقية مثل ما سمعتي أن سؤال تفاعل لحلقة اليوم هو عن الأحجار وكيف الواحد ممكن يختارها وكيف ينسقها، فأنت في مجالك خلينا نعرف أكثر عن مجالك أنت بالضبط. هلا أنا بمجالي أنا مصممة مجوهرات وعندي علامتين، الأولى باسمي هبة جابر والثانية اسمها الماستي، فمنركز أكثر على التصميم المجوهرات ومنشتغل بالذهب والألماس والأحجار الكريمة، وعلامة الماستي منركز على الابتكارات المجوهرات اللي أكثر فيها ألماس، بس كان منشتغل مع الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها. يعني احنا بنحاول انه دائما نركز على النوعيه والاحجار بانواعها والجوده، لانه يعني السوق مليان احجار وكثير في كل مختلف الانواع. فمثلا احنا الاحجار الكريمه الالماس خصوصا، والالماس هو عالم كثير واسع، بنحاول دائما نختار الالماس اللي معها شهاداتها بمعايير معينه، يعني مثلا غير اللون وغير النقاوة اللي أكتر الناس بتطلع عليها، بنطلع كمان على القصة، لأنه القصة بتأثر على شكل الحجرة. إنه أنت مثلاً إذا عم تشتري إشي مثلاً 1 كارت إيراد واحد وقصته مش منيحة، بقدر يبين زي نص إيراد، وهاي إشياء يمكن الناس ما بتركز عليها. يعني هو مو دائما بس الحجم اللي نركز عليه، هو أكيد الكلاريتي. شفنا إنه أحياناً الناس خصوصاً بالوطن العربي يفضلون الأحجار الكريمة، لو كان في ألماس وأحجار كريمة يمكن يتحمسون أكثر الحجر الكريم مع الذهب. فليش الاهتمام أكثر؟ إنه الحجر الكريم أكثر من الألماس قصدك ولا؟ يعني مع الذهب. مثلاً خصوصاً معنا. الناس تفضل إنه والله أنا اشتريت ذهب. إنه كأنه إنفستمنت أكثر، استثمار أكثر فيه. هلا هو انه الاحجار الكريمه بالمجوهرات تعطيها هيك، انه اولا كمنظر احلى وكقيمه حلوه كقطعه، بس لما يعني غير لما تحكي عن الاستثمار بالذهب كذهب لحاله، غير عن انه مع المجوهرات، عرفتي؟ فهي حسب اذا هي حابه تلبسه اكيد فيه قيمه اكثر، انه اذا فيه حجار كريمه او مثلا زمرده او الماسه او شيء هيك، عرفتي؟ طب لو نتكلم عن الزمن اللي احنا فيه اللي انجبرنا وصارت متداول اكثر انه نشتري كل شيء اونلاين شوبينج من خلال الانترنت، المجوهرات قرار لما واحد يدخل لمحل يلمس المجوهرات، صح. يلبسها، يحس نفسه شلون بالقلادة أو السوارة المعينة، صح. لحد ما يختارها ويأخذ هذا القرار، صح. شلون هسه الواحد إذا يريد يشتري مجوهرات أونلاين أو إذا أنت عندك شبكة أونلاين الواحد يريد يشتري من عندها موقع معين، صح. كيف الواحد يقدر يختار من غير ما ينصبون عليه بعد؟ أكيد. هلا هو صراحه كانت يعني اخذ وقت للناس شوي شوي تبلش تتقبل تشتري اونلاين بهاي، انه هاي الاشياء زي المجوهرات، لان هي تعتبر شيء كثير ثمين، واحنا علامتنا شركتنا التنتين هم اونلاين. الفكره انه كيف تحاولي انت تخلي الزبون يثق فيك. هلا صراحه في اشياء ميزات تشتريها اونلاين بتعطيكي ميزات احسن من انك تشتري بالمحل، عشان احنا لما مثل شو مثلا احنا لما انه زبون بده مثلا يشتري الماسه، بتشاركي الشهاده، بتشاركي خيارات، مش بس انه انت بتدخلي على محل بيقول لك عندي هدول نقي منهم، لا احنا بنقول لك نقي ايش بدك واحنا بنجيب لك حسب ايش بدك، بنعطيهم الشهادات، نعطيهم الفيديوز، بتكون ضرب 10، فانت بتشوفي الحجره يعني هيك. معك انا بس انه كيف احنا ممكن يعني بغض النظر يعني على شركه معينه او على ويب سايت معين، كيف انا ممكن كعميله او كزبونه اعرف انه هذا الموقع او هذه الشركه فيها مصداقيه؟ يعني تثقي اول فيهم شيء كموقع. انا شو اكثر شيء خصوصا المجوهرات، لانه أكيد. ما تقدري تشتري شيء وترجعي ترجعي، يمكن انت رحت بدلته في مكان ثاني. اكيد، وصراحه بتصير كثير صراحه. يعني اي ثينك اهم شيء انه تشوفي الشركه او الاسم او ايش هم، موقع ولا ويب سايت ولا انستغرام، بعدين تشوفي انه في مثلا يكون، عشان احنا مثلا بنشارك دائما انه ايش الزباين بيقولوا لنا وصورهم، فلما انه لو تشوفي انت بتدخلي على موقع وتشوفي يدوب ما في ولا صوره، يعني ما بتعرفي ايش تصدقي، بس اذا بتشوفي دائما صور وكل يوم وبيشاركوا وبشوفوا مثلا التستيمونيالز او الريفيوز تبع الكاستمرز، هالاشياء بتساعد
بارح كنت قاعدة مع زبونة قالت لي اللي بخليها تحس انها بتقدر تثق فينا انه عشان احنا دائما مثلا لما نكون بالمعمل او بالهاد او عم نصمم او كله بنشاركه على الانستغرام. وهلا اكيد الانستغرام والتواصل مواقع التواصل كتير غيرت وبتساعد كيف الامور. فالواحد انه يشوف العلامة او الشركة انها تكون تشارك وتحكي وتسأل والزبون يحس انه بقدر يسأل اي اشي. لو الشركة بتحس حال انه ليه هيك عم بسأل انه ليه عم بشكوا فيه بيكون في اشي انه ليه بدك تخبي عادي انت. بالعكس بدك زبون يسأل ويستفسر وعرفتي هاي الامور. طب اذا ندخل اكثر على الصورة لانه الصورة احيانا تغش تغش للسيء والاحسن انه حجم وهيك فممكن مثلا اشوف يعني سوار على صورة تطلع السوار على هالصورة مع الإضاءة والفوتوشوب يعني هاي السوار واللي يعدلون بها لما أخذها إنه ما طالعة بالشكل اللي أنا أحبها لأنه مثل الصورة. وممكن العكس تماما ممكن الصورة ظالمة المجوهرات نفسها. فشون الواحد يقدر يتعامل مع الصور باختياره لمجوهرات معينة؟ هلا من ناحيه الصور يعني هو بيساعد انه يكون في خطوات انه احنا مثلا نبعث الديزاين التصميم بيكون عليه الميجرمنتس. فانت لما تحطي المقاسات والميجرمنتس بقدر الزبون احنا دائما نشجعهم انه قيسوا هاي على ايدكم عشان ما تكوني متخيلتيها هيك وتطلع انه هيك. عرفتي انه المقاسات وبعدين على الصوره بعدين حتى هلا في برامج اللي تخليكي تتخيلي مثلا السواره على ايد غير انه بس التصميم مثلا وبس انه فيديو وصوره يعني هو بدك يعني فيها ثقه. بس هو اصلا سوق المجوهرات كله ثقه اصلا. يعني انت لما تنقي تروحي عند محل مجوهرات بتكوني تستمري عند نفس الشخص صح انه هي فيها كثير ثقه بيقولوا الالماس ثقه. فان بدك تثقي بالحدا وكمان انه يعني تسالي الاسئله الصح واعملي ريسيرش واسالي عن الجوده والنقاوه والاشياء اللي الناس ما بتحكي عنها لانه في كثير تفاصيل الواحد يطلع عليها. طيب هبه ننتقل شويه للموضه والترندز هذه السنه. شفنا كثير من الاشياء اللي موجوده يمكن يكون الاكثر من طبقه او اللايرز. شفنا المجوهرات اللي تكون لون واحد بس فيها شويه الوان. شو الترند اللي راح يكون بهذه السنه وخلال الشتاء خصوصا؟ صراحة الترند والأزياء هلأ بالمجوهرات عم بتميل أكتر للمجوهرات العملية واللي بتقدر تلبسيها كل يوم واللي بتقدر تلبسيها واحدة قطعة لحالها ولا تحطيها مع قطع تانيين. حتى إنه تخلط الألوان يعني في قبل أو في ناس عندهم بيفكروا لازم الذهب الأصفر بس ذهب أصفر. لا إنه بتخلطي أصفر ما أنا بخلط كل الألوان. يعني شوفي هون في روز وأصفر وأبيض وكله. فبحس إنه الستاكينج مثلا السلاسل هلأ الناس كتير عم تحب تعملها بطبقات. الإحلاء هلأ كل حدا بده الإحلاء صغار ومليون خزقة بإذنهم وخلص أكتر العمل يعني بطل. حتى مثلا لو بتقولي عن الأعراس مثلا صارت ناس تحب الأشياء الناعمة مش إنها هي أقل لا هي أتقل بس ناعمة أكتر تلبسيها من نهار لبالليل وتحطيها مع إشي تاني أو هيك. عرفتي حلو إذا الطبقات أشوفها كثير على صح شبكات التواصل الاجتماعي. لو نرجع شوي للأحجار الكريمة أكيد من خبرتك انت شو الاحجار اللي اكثر طلبا من الاحجار الكريمه اللي من عند المجوهرات عندك؟ هلا عندك اول شيء اكيد الالماس كثير كل حد بحبه. هو الالماس اكثر شيء انه يعتبر ثمين عشانه هي اصلب ماده على وجه الارض. فعشان هيك بعدين عندك الثلاثه المهمين اللي هم الزمرد والزفير والروبي والصفاير والاميرالد. هدول الثلاثه هم اهم شيء انه كل حدا بيحبهم اكثر شيء. وهم كمان عشان بيجوا انه درجه تحت الالماس من ناحيه القوه وهيك. هدول اكثر شيء السوق بحبهم. بس مثلا في حجره كثير حلوه ايش كان اسمها الباريبا مثلا هي لون ازرق فاتح كثير حلوه وكثير ثقيله الناس مش كثير بتعرف عنها بس هي شيء كثير حلو. وهذه اغلى من الالماس ولا بنفس يعني كثير تيجي اغلى لانها كثير نادره بس مثلا كثير حلوه كمان. هذا بما انه انت بديتي بالالماس والمجوهرات شغف واستمريتي وصار عمل ثابت لك. شو نصيحتك مش للناس اللي هم يشتروا المجوهرات للاشخاص اللي هم حابين يدخلوا مجال المجوهرات لان فعلا مجال يجذب كثير من البنات والشباب ودائما متنوع دائما يكبر مثل ما ذكرنا انه التكنولوجيا صارت بارت من او جزء اساسي من الـ من الـ من هذا المجال. فشو نصيحتك حتى يكون شيء مناسب وحلو للناس اللي حابين يفوتوا هالمجال؟ صراحة أهم إشي إنه يكون في تميز للعلامة أو الإشي اللي هم بدهم يطلقوه عشان السوق مليان والمنافسة كبيرة.
بس الواحد لو بنطلق مع إشي مميز غير أي إشي، مش لازم بس يكون التصميم مميز، بيقدر يكون الخدمة مميزة أو طريقة التعامل مع عرفتي، إنه يكون في إشي مميز يميزك عن غيرك عشان يكون في استمرارية ويكون في ايدنتيتي للبراند، عشان يكون في كمان استمرارية. لأنه لو بس والله اليوم بدي أعمل قطعتين، بعد شهر ما رح تفكري بإشي اللي يكمل. وبس صراحة إنه يشتغلوا بإنه بمصداقية وبهذا، لأنه شغل الألماس الناس بثقوا فيكي والذهب وهيك، فأهم إشي إنه تكوني عم تشتغلي وتعطي نصائح على إنه عن جد إيش أنت بتعرفي، مش إشي بتعرفي وتقولي لهم إشي تاني وهيك. وصراحة هو كتير شغل يعني بدهم يعني بدهم يدخلوا فيه يشتغلوا يتوقعوا إنهم كل اللي يتعب يلعب يعني متعب هو شغل المجوهرات بس هو حلو يعني هو عالم كتير حلو إنه أكيد أكيد. هبة حابة أعرف من عندك، مثل ما ذكرت رولا قبل شوي الأمور الترندينج، أنت ذكرتي اللايرينج اللي طبقات تكون المجوهرات ناعمة أكثر، فإذا اليوم يعني جيت عندك المحل أو جيت عندك كزبونة وقلت إنه هبة أنا مو عارفة شنو أختار، واريد قطعة اللي دائما ألبسها تصير صبح وليل يعني تناسب الاثنين، شنو تقدرين تنصحينا من ناحية المجوهرات اللي ممكن نختارها إن كان محابس أو سلاسل؟ هلأ أكتر إشي كلاسيك هو التنس، السوارة التنس أو النكلس التنس أو الخاتم زي إترنتي، عشان هاد تقدر تلبسيه لحال حتى لو كان بسايز صغير، يعني عشان سايز صغير بتقدر تلبسيه مع أكبر او انه اكبر تلبسيه مع اصغر وبتلبسيه اكثر من طبقه. هذه لو نبعناها بعد فتره هل قيمتها تكون قليله لانها ناعمه ولا ما يفرق؟ هلا المجوهرات عاده لما ترجعي تبيعيها بتنقص كثير بالسعر عشان هذه الالماس، خصوصا الالماس والذهب. بالنسبه للتنس بريسلت انه شفناه صار اكثر ترند هذه الفتره، القطع هل هي تكون يعني تكلمنا على السيرتيفيكت او الشهادات، هل تكون كل واحدة لوحدها ولا انت تعطي السيرتيفيك او ينعطى السيرتيفيكت عاده للاسواره كامله؟ هلا عاده السيرتيفيكت على الحجره بتيجي يعني هي من احجام الاحجار من 0.20 واكثر، بس لما تكون قطعة فيها كتير أحجار بدل ما تجيبي إنه قطعة فيها كل حجرة شهادتها، بتري إنه إحنا مثلاً نبعت هذا على شركة للتصديق ومنطلع الشهادة IGI أو HRD أو هدول الأشياء، فبتاخذي أنت القطعة كلها مصدقة بالكواليتي بالكل شيء فيها عرفتي، غير عن إنها مكتوبة مني أقول لك إنها هاي فيها. في رمز معين على الشهادة يعني؟ أنا ما عندي خبرة لما أقرأ شهادة اللي مصدقة لا، ممكن الواحد يزور الشهادة صح ويبيع لك زرقون مثلاً أو أي شيء اللي يقدر يبيعه، فشان في كود معين الواحد لازم يعني يقرأ يعرف إنه هذه الشهادة فعلًا هي الاسم صحيحة. هذا هو بتكون الشهادة وبتكون مختومة وفي كود تعمليه سكان بيطلع لك أونلاين حتى كل الشهادة، غير عن الشهادات اللي إنه بقدر أنا أكتب لك بإيدي إنه أكتب لك شهادة، بس هاي غير عن إنه طالعة من هدول العلامات يعني. كل الشهايد you can scan هدول يعني بيكونوا هيك يعني. وفي QR code يعني كأنه QR code يكون موجود على هاد. أنا بحب المجوهرات الأتقل بحب أعملها مع هيك، أو الأحجار الكريمة الملونة بتر تيجي مع شهادتها أو هيك عرفتي حسب. طيب هبة، حابين بعد نعرف انه بالاضافه للترندز اللي موجودين شفنا انه اجت المجوهرات اللي احجامها الستيتمنت بيسز او الاحجام الكبيره صح. هل بعدها هذه موجوده ولا لا؟ هلا صراحه هلا كل واحد ذوقه غير وما في شيء صح وما في شيء غلط، بس صراحه هلا كثير عم بيميل اكثر للستاكينج الاشياء الناعمه، يعني حتى ناس عم بيجون اللي عندهم قطع كبيره عم نغير لهم اياهم لاشياء اصغر وانحف اللي عملي يكون عرفتي. ف بس بضل ستيتمنت دائما له وقته، بس يعني اكثر على انعام واكثر هيك عرفتي انه تلبسيهم مع بعض. هبه بما انه شغفك المجوهرات راح ندخل شوي بعمق هبه الطاقه ذكرناها قبل شويه ويا زين وزهراء والمتابعين حتى سؤال تفاعلي لحلقه اليوم انه هل تامنين بالطاقه في المجوهرات او الاحجار الكريمه، واذا نعم اي وحده وليش؟ هلا هي موجوده الطاقه تبع الاحجار، وكل ما احنا عشان زي ما قلتي الابراج والاحجار في كل برج له احجاره وهذا، وفي اشياء بيقول لك هاي بتساعد انه تريح وهاي بتساعد ما بعرف شو، يعني انا شخصيا ما حسيت انه حطيت اشي هيك وحسيته انه انه عالجني او هيك، بس هو موجود الطاقه والطاقه موجوده بكل اشي عرفتي، ف يعني موجود بس مش كتير. في حجر معين حبيتي يعني او امنتي بطاقته؟ هلا انا بحب الاميثيست كمان غير الاحجار الحلوين، هذا اللي هيك لونه بيربل بحب شكله،
وبحس هيك هو انه له هيك له طاقه حلوه، بس لا يعني ما بمارس كثير هاي انه الطاقه. بحب الالماس اكثر شيء، بيعطيني احسن طاقه. بس هذا احسن طاقه لكل البنات الالماس هي بالضبط احلى شيء فرح وخلص. هبه شكرا لك تواجد معنا اليوم، وكان لقاء جدا حلو. بنفس الوقت نحب انه الناس دائما تقرا اكثر، تعرف اكثر عن نوعيه الالماس، صح. نوعيه أكيد. المجوهرات فعلا عالم كثير كبير. ثانك يو كثير. شكرا لك هبه، ان شاء الله نكون فدناكم. شكرا لك. رولا، نرجع نذكر مشاهدينا بالسؤال التفاعلي لحلقه اليوم، ما هي الاحجار التي تحبون اقتنائها وهل تؤمنون بطاقتها؟ ذكركم من خلال الكيو ار كود باسفل الشاشه، ممكن تصورون من الكاميرا مال التليفون وياخذكم على صفحه الانستغرام على طول، اللي ممكن تتفاعلون وياكم ويانا على اجوبتكم. خلينا نشوف شوي من الهاشتاجز الموجوده. احد المشاهدين قال حجر الزمرد او اي حجر لونه ازرق حتى يبعد العين. صدق صحيح، انا يمكن لابسه شيء ازرق اليوم. لابسه اي حاطه انا لولو دائما تحسيها. وبعدين شخص ثاني اي حجر من بيبيتي، يعني حجر منطيته جدته ومحتفظ به، يمكن وهذا الشيء الى اكثر معنى روحي، معنى معنوي، لهذا السبب نحس به دائما انه يكون شيء يجلب لنا السعاده والطاقه الحلوه. صح صح، انا هاي القطع اللي تجي من الاهل والاجيال اللي قبلنا تحسين لها قيمه، غير لها حتى طاقتها بها طاقه معينه. على سيره الطاقه، يعني تحسين في زمن معين لابستها وحاميك، او العين الزرقاء مثل ما تقولين او اللولو. هاي الامور اتوقع رولا لانه الواحد يغير من فكره او يقتنع باعتقاده انه هذه الطاقه راح تريحه، هذا الاعتقاد بحد ذاته هو اللي قاعد يريحه اكثر شيء. على سيره الاشياء القديمه، تذكرين انه الطفل بس يولد عندنا بالعراق دائما يلبسوه مثل السواره اللي هي ابيض واسود. صح، تذكريها؟ ما اعرف اذا صح يسموها شحم لحم او شيء، ما كنت اعرف شنو معناها. اي ما كنت اعرف شنو معناها، بس اول شيء اللي يلبسوه للطفل مثل سواره صغيره. انا طبعا ادعي المشاهدين صححوا معلوماتي واكتبوا لنا على صفحه الشرقيه على السؤال التفاعلي، قولوا لي شنو رايكم، شنو معناتها هذه الاسوار، لان هواي شافتها. وعن نفسي على فكره عندي اياها بعد من انا صغيره. من انت وصغيره. بعيدا عن الهاشتاج مال اليوم، عندنا تقرير هم بفن، صح؟ فن الطبخ والسلطات والاكل الدايت اللي دائما نحاول انه احنا نمشي به، بس احيانا نكسر القاعده. اليوم التقرير راح تتوقعين حتكون هو نوع سلطتين، ما اعرف اي سلطه راح تاخذين انت. بس خلينا نشوف العد. يلا خلينا نشوف. خلينا نشوف العد. التفنن باعداد السلطات المتنوعه والصحيه راح نتابعها اليوم بتقريرنا مع عجوان من بغداد. صباح الخير عليكم مشاهدين صباح الشرقية. اليوم ويانا شيف مميز يتفنن بطريقة عمل السلطة، راح نتعرف عليه أكثر. مرحبا شيف أداي، شلونك؟ مرحبتين، حياك الله أختي جوان. شلونك، شخبارك؟ الحمد لله بخير الله يعزكم. اليوم ايش حتسوي لنا أنواع سلطة؟ والله اليوم عامل نوعين سلطة، ولكن شوية بهن نوع من الدقة، لأن أنا عاملهن لأصحاب الدايت. أولا متبل اللبنة. مكونات؟ اي نعم، هسه راح نجي على مكوناتها. والنوع سلطه الثانيه هي سلطه البطاطا المهروسه ويا الخضروات. هذا 500 غرام من اللبنه. اي نعم 500 غرام من اللبنه. راح نخلي لها نصف كوب من الزيتون المفروم ناعم. راح نخلي نصف كوب من الطماطم المجففه. تكون مجففه، ليش ما تكون العاديه؟ الطماطم المجففه بها قيمه غذائيه جدا عاليه. هسه عندنا نعم عندنا ملعقه اكل نعناع مجفف، عندنا ملعقه واحده من الزعتر، هذا عندنا تقريبا نصف كوب من النعناع الفريش، طبعا انا غاسله ومعقمه ومنشفه. عندنا سن واحد ثوم. الثوم هذا وحده اللي ضايف لشي حضرتك؟ لا لا خلاص، هو واحد وحده لان فريش هذا.
لاحظت لما نعم. تسويها أحسك تستمتع نعم. تتفنن بصنعها. بصراحة أنا طبعا شيف عام على الحار وعلى الحلويات وهذه، ولكن اختصيت بالآونة الأخيرة بس بالسلطات. هسه حاليا عملي يعني فقط سلطات، شيف ديبارتمنت. ليش؟ لأنه أنا أحس السلطات بيها فد نوع من الفن، كأنه ما دا تنقش يعني مقارنة بالأقسام الأخرى. اكو استمتاع متونس نعم. انت بدك تسوي كل مهنه، كل مهنه حتى مو بس بالطبخ، بالمطبخ اي مهنه اذا ما كنت انت حابها ما تقدر تبدع بيها. ليش دائما زيت الزيتون موجود باغلب السلطات على مود فوائده اللي ينطينا كمميزه فوائده ويضيف الطراوه ويضيف الطعم؟ يعني اكو بعض السلطات بدون زيت زيتون تفقد تقريبا 30% من طعمها. بس شوف الشكل شلون صار حلو. هسه ايش راح نضيف؟ هسه اهم لمسه اللي هي جدا تتلائم ويا اللبنه، وهو الخبز اللي بالفرن. انا هذا ماسحه بزيت الزيتون والزعتر، يعني مسويه مثل ما تقولين مقرمش. هذا هو يعني سر طيبه هذه السلطه، ويعطي نكهه اطيب. نكهه نعم. مثل ما شفنا مشاهدينا كملنا الطبق الأول. طبعا طريقة التحضير كلش سهلة وبسيطة، والسلطة متروسة فوائد. ومثل ما قال الشيف انه هي بس يعني اغلب شيء للدايت، مو بس ما نحدد احنا، بس اغلب شيء للدايت صحيح؟ اكيد للدايت، وهي ايضا مفيدة للناس الباقين، بس بشكل خاص اهل الدايت هي فيت وياهم. نعم. هسه راح نسوي الطبق الثاني. هسه نعم. عندنا البطاطا المهروسة. مكونات اكيد نعم. بطاطا المهروسة ويا الخضروات. أول شيء بطاطا مهروسة. نعم. وبعد عندنا بطاطا مهروسة تقريبا نصف كيلو. تمام. زين راح نخلي 100 غرام ذرة. تمام. ذرة مسلوقة. أنا طبعا جايب الفريش، أنا جبت اليوم المايونيز، راح أخلطه ويا البطاطا ورا ما أهرسها. يضيف لها في الطابع كريمي لأنه وحدها شوية قد تكون شادة. المايونيز نخلي عليه المايونيز. تمام. هسه شنو هاي المكونات؟ هسه هذه عندي تقريبا 400 غرام من الزبادي. تمام. اللبن او الروب. ايه. أي الروب. زين راح اضيف لها تقريبا ملعقتين راشي. جانست المواد. اي نعم، بس يراد لها خبط، لازم بعد اكثر. ايه. صوص الطحينة أهم شيء به هو الثوم. الثوم عنصر أساسي بالسلطات؟ نعم جدا أساسي. أكو بعضها ما تأخذ، هي أصلا ما تأخذ ثوم حسب طبيعة السلطة، بس هذا الصوص لازم يكون به الثوم. زين، وبالنسبة للبصل إيش عجب ما تستخدمه بالسلطات؟ لا أستعمله، بس أنا يوم سلطاتي جبتها اللي بدون بصل بصراحة. نعم. والسلطة الاعتيادية دائما تكون بها بصل، فلهذا انا سأيت حضرتك. اي بس الواحد يقدر يتفنن بالبصل بحيث ينقعه او يسويه بصوصات بحيث يفقد الرائحة مالته، قد تكون غير محببة لبعض الناس، ما يحب البصل نتيجة رائحته مو نتيجة، ولا هو جدا مفيد. فتقدر بامكانك تتبل بخل بليمون وشكر او كذا، فتركه في 10 دقائق يفقد هاي الخاصية نهائيا. زين هسه بالنسبة للصوص ضفت عليه ملح الهملايا. ملح الهملايا هذا ماشي ثابت. زين لبن زبادي راشي ثوم، وهسه نضيف شويه ليمون فريش. تقريبا ليمون؟ نعم ليمون تقريبا ملعقتين، او خلينا نقول عصير نصف ليمونه. مستمرين بمعانات الخبط بايد وحده، طبعا الموضوع كله صعب. على مود لازم المايك بالايد الثانيه.
ليش؟ لأنه طبق التقديم؟ لا مو بتقديم، أنا راح أسكبه فوق السلطة ولكن لا أستعملها غير طاسة اللي تنزل لي خيط تكون أسهل. أسهل هذه مال خبط، هذه مال تمام أسهل على مدى الاستخدام. هسه أهم شيء طريقة التقديم. خل أساعدك. هذا القالب أنا خليت فيه داخله ورق الفالكون الغذائي حتى أطلعها قالب اللي ما عنده تكون مستطيلة تمام عدل. لا حتى تكون سهلة الرفع بعدين. هذا القالب. أما إذا عنده قالب غير لاصق بتستغنى عن النايلون. يلا نحطها بالطبق. نعم. إحنا دا نسوي كيكة مو سلطة. أنت تعرفين البرزنتيشن جدا مهم خاصة بالسلطات لأن هي عبارة عن منظر. هي السلطة عبارة عن أكيد العين تاكل قبل. بالضبط. شوفين هذا فائدة النايلون. متماسكة. وهيك كملت اطباقنا، طبعا الشكر روعه واكيد الطعم اروع. عاشت ايدك شيف اودي. حياك الله وانت العاشه، مرحبا شرفتونا. ورجعنا وياكم مشاهدينا، تقرير جدا حلو لانه يعطينا دائما افكار بدنا نشوفها هسه بفصل الشتاء الصيف. دائما الناس تحب تتجه لهالنوعيه من الاكل لانه يكون خفيف وبنفس الوقت منمل من عنده. انا حبيت ميس اللبنه لانه احس دائما اللبنه بارده، يعني ممكن نخلطها ويا اكثر من شيء ويكون شيء يعطينا طاقه وبنفس الوقت ما يكون ثقيل، وحسفسه انه بالصيف ما نقدر ناكل الاشياء. اللي عجبني بيها من رولا انه استغربت حتى لما قاعد تقدم ويا جوان تقول انا وين البصل، كلنا متعودين اكل بصل بالسلطه. الحلو انه السلطات تنوع، منهم اللي هو سواها بتقرينا اليوم ما بيها بصل، مسويها ويا اللبن الروب، ومثل ما قلتي انه الروب يبرد القلب، يعني الواحد هيك يحس انه لما محتار بالذات بالحراره اللي موجوده بالعراق وبدبي همينا محتاجين شيء يبردنا ويكون جدا صحي ويغذي بنفس الوقت. وميزه نشوف انه فعلا الناس صارت تتفنن بموضوع السلطات، صار اكثر الحلو والحامض. صح. هذا الطعم اللي احنا مثلا ما متعودين عليه، يعني شفنا ناس صاروا يجربون يحطون شويه مثلا جوز ولوز وشويه فراوله شويه عنب ويا الخلطه اللي هي خلطه السلطات. فاحنا اي شيء تسووه شاركونا وخلونا نشوف شنو الناس ممكن تسوي من سلطات مميزه خصوصا خلال فصل الصيف. صح، ومثل ما ذكرت رولا تقدرون دائما تشاركونا بكل افكاركم عبر صفحه الشرقيه ان كان على الفيسبوك او على الانستغرام. واللي ذكرنا على سؤال التفاعل لحلقه اليوم اللي شنو هي الاحجار الكريمه او المجوهرات اللي تحب تلبسها، وان كانت احجار وطاقتها شنو الاحجار اللي تحبوها. رولا اكو وايا ناس كاتبين الفيروز. صحيح، يمكن تعرفين لانه هو اكثر حجر متاح. صح. يعني دائما حجر دائما موجود نشوفه بالسوق، دائما نشوفه على الميديا، دائما حجر يعني شوي اسهل. بنشوف ان انا الياقوت الازرق والمرجان الاحمر وعين الشمس. انا ما سامعه بهذا عين الشمس. لا بس لازم اروح اشوف هذا عين الشمس، شنه حلو، شنه كلش حلو. اكل محلات رولا ذكرني الاستاندات الصغيره اللي يبيعون بها كل انواع الاحجار اللي تركز على الطاقات مال الجسم. يقول لك مثلا هذا الحجر اذا تخليه يم الفراش يساعدك في النوم، هذا الحجر اذا تلبسه يبعد عنك الطاقه السلبيه. هذه الامور بها دراسات هوايه، واني شخصيا من النوع اللي ما اعرف، يمكن صح يمكن غلط، فانا امن بيهم على الحالتين ونلبس الاحجار كلها
وشوف شو يصير وشوف شو يصير ايش شو ايش ما المهم يكون شيء ايجابي. هل جربتي انت قبل تلبسين حجر معين بها طاقه معينه قالوا ايش تتخلصين من شيء معين؟ صراحه هي مثل ما دائما نقول هو يمكن شيء نفسي، يعني مثل ما انت مثلا اكلي هذا الشيء حتتصيرين، يمكن هو ما له علاقه، بس اتصور هو احيانا يكون شيء مجرد شيء نفسي. يعني انا اذا عندي حجره تعني لي مثل ما قلنا بالبدايه ميس انه يمكن هي من العائله او شيء عندي من زمان، او مثلا فد شيء من اني وصغيره لقيته عند البحر وسويته قلاده صغيره. اتذكر هذه الصدف كنا نجيبها نسويها إيه؟ مثل سلاسل وقلاده، فهذه الاشياء دائما تنطينا شويه، يمكن هو شيء نفسي اكثر ما هو شيء بس مجرد. والله اي صحيح فعلا الأحجار والمجوهرات كل واحد لما يختار فتشي إن كان البنت أو الرجل، المرأة أو الرجل يختارون هما على حسب اللي مثل ما ذكرتي اللي يحكي وياهم، أو في شيء بالنفسية يتعلق بهذا الموضوع إن كان بها قصة من وراها أو إن كان شيء يعني لهم هواية من ناحية الشكل. فأكيد طبعاً كل هذا اللي خلط ببعض. ممكن تشاركونا أنتم همينا من خلال الإنستغرام عن آرائكم والمجوهرات ليش اختاروها وشنو الطاقة دي من وراها، شنو رأي شرلة؟ أكيد طبعاً احنا دائماً نحب أنه نحط هذه المواضيع اللي تخلي الناس تتفاعل ويانا، وأكيد اليوم الشباب والبنات بالبيت دي يتابعونا وأكيد هس راح يفكرون شنو نوعية الأحجار اللي وياهم. طبعاً فقراتنا من دبي وصلت لنهايتها اليوم، راح ننتقل إلى أربيل ويا زهراء وزين ونشوفكم الأسبوع الجاي من دبي. مرحبا بنات، رجعنا وياكم وبصراحة فقراتكم كانت كلش حلوة، وسمعت التعليقات اللي كنتوا تقروها نفس اللي كنت أقرأ أني، هواية أحجار ناس تقتني بيها وتآمن بطاقاتها أيضا. فكنت بدي أسمع حديثكم أنتوا شنو الحجر المفضل عندكم؟ يعني كلهم زهراء، اي حجر اللي موجود عندك اخره كلهم كلهم كلهم، اي شيء بيه طاقه زينه عندي. انا بالنسبه لي اي حجر لونه على لا، واكو اكسسوارات منها اذا شايفينها بنات. اكو اكسسوارات من الاحجار هم نشوفها على شكل تيبل لام او كزينه بالبيت، صحيح شايفيها؟ صح احنا ذكرناها قبل شوي انه ممكن تخليها يم بغرفه النوم مثل ما ذكرتي اللامب، هاي الاحجار اللي ممكن طاقتها تكون زينه. رولا ذكرت اللي جاي على الروز اللي هو الروز كوارتز، اللي مذكور طاقتها جدا زينه للجسم وجدا مفيده للبشره، فمسوين منها الروز كورتز غواشاز اللي تساعد في شد البشره وتهدي البشره بنفس الوقت. فالاحجار لها وايه فوائد ان كان من الطاقه او ان كان من تحسين النفسيه والبشره. انتم شنو رايكم؟ صحيح طبعا اكيد نشارككم الراي نفس الشيء ميس. همين احنا هسه نقرا نشوف انه الاحجار الكريمه هي النفيسه تكون ولها قيمه خاصه، لانه اغلب الاحجار الكريمه هي تتكون بمئات او الاف او ملايين السنين، هي مو احجار عاديه مثل ما احنا نعرف. نفس الوقت اكو اكثر من 4000 نوع من الاحجار الكريمه، بين اللي يكون يجي يعني بصوره كلش راقيه ويكون غالي مثل الالماس، واللي يكون حجر عادي جدا لكن اللي يعني حلاوة اللون مالته والتكوين مالته فيكون إلى همينة فت ميزة معينة. ميس ورولا نشكركم وشكرا لفقراتكم، طبعا أكيد استمتعنا مثل ما قالت زهراء، وإحنا سنكمل وياكم مشاهدينا بفقراتنا. واليوم همينة راح ننتقل حتى نحكي بموضوع ثاني إحنا كلنا نحبه اللي هو الموسيقى. منو من عندنا ما يحب موسيقى اللي هو غذاء، والموسيقى هي غذاء الروح، ومنو من عدم يحب يستمع إلى الأغاني أو يهوى أو يعشق آلة موسيقية محددة. طبعا كل واحد ومثل ما قلنا طبيعته وهو شنو يعجبه، لكن أكو آلات تعتمد على النفس الطويل، لازم العازف أو اللي يعزف على هاي الآلة يكون نفسها طويل. سامعة بيها هاي الآلة؟ اي بالضبط، اللي هي الساكسفون. واليوم اكيد راح يكون ويانا الموسيقي او الموسيقار الشاب سيفان بايدار. صباح الخير عليك سيفان. صباح الخير، شكرا. اكيد اليوم انت بحضر لنا فد شيء كلش حلو. نفسك طويل نفسك طويل انت. اذا خليني اقول لك اهلا وسهلا بك واسالك اول سؤال،
صدق عازف الساكسفون لازم يكون نفسه طويل؟ يعني هل هذا الشيء اللي نفسه قصير ما يقدر يعزف؟ هو مو بس آلة الساكسفون، تقريبا كل الآلات اللي نفخ. هوائية نفخ يراد له تمرين، يراد له مثلا انه تتمرن على بطنك وعلى صدرك ويكون نفسك اطول من غير عازفي. مثلا عازف الكمان ما يحتاج يعني النفس حتى يعزف الآلة، بس الآلات مثل الساكسفون، كلارنيت، اوبوا، ترامبيت، ترامبون، فلوت، بيكولو، حتى الآلات الشرقية مثلا البالابان، الزورنا، الني، كل هذول يحتاجون يعني انه يكون عندك نفس طويل حتى تعزف الآلة، حتى تجيب التكنيكات اللي موجودة بالآلة. زين سيفان، ايش قد صار لك بهذا المجال وايش قد صار لك تعزف على هاي الآلة وشنو تعني لك الساكسفون؟ هو احنا صار لنا مثلا اكثر من 22 سنة ما شاء الله لنتباوس اصدقاء يعني ايوه هو اكثر يعني هو مثلا كل شيء بالنسبه لي يعني حياتي وروحي واخوي وكل شيء، لانه الموسيقي يعني بغض النظر الفن كله بشكل عام يعني هو حلو ومهم، بس الموسيقي مثلا ما يقدر يحكي شغلات اللي داخله الا من يكون آلة بايده، فتقدر تطلع او تحكي اللي انت تريده، اللي انت تريده وتحس بيها عن طريق الموسيقى، عن طريق الآلة مالتك. زين احكي لنا عن مشاركاتك الفنيه، وهل انت تفضل انه تكون ويا فرقه موسيقيه او تحب تنفصل وحدك بهذا المجال؟ وراح ابلش بالثاني سؤال مالك. اكيد يعني اكو آلات ما يحتاج مثلا انه يكون عنده مرافق، مثلا ما يحتاج مثلا آلة البيانو انه هو سولو يعزف السولو ويعزف الاكورد، اكورد اللي هو هارموني، ما يحتاج، هو ميلودي والهارموني الموسيقى عباره عن. بس آلات السولو مثل الساكسفون او الكمان او الترومبيت، هذول الالات يحتاجون دائما اكثر شيء انه يعزفون مع باند او مثلا عازفين او ثلاثه يكونون حتى فحسب يعني حتى يكمل شو اسمه الهارموني اللي هو يحتاج اللي يريد يسويه حسب الكومبوزيشن اللي انت تريد تسويها، فتحتاج كم اله وياك حتى يكمل الصوره يعني. اذا خلينا نسمع والله راح يكون شيء حلو يكون اكيد. سيفان، إذا يعني نحكي شوية عن وين تدخل أو وين تستخدم آلة الساكسفون أكثر، وهل هي موجودة بالطرب الشرقي أو هي فقط تدخل بالأغاني الغربية أو الستايل الغربي؟ وإذا أحكي كآلة، الآلة أصلاً آلة بلجيكية، اللي اخترع الآلة هو اسمه أدولف ساكس، آلة بلجيكية. حتى العملة البلجيكية الأواخر صارت أكو بس بالعملة موجودة صورة الساكسفون، لأنه شخص هو اسمه نسبة للشخص اللي هو اخترعها أي هو بلجيكي، بس اللي اهتموا بها أكثر شيء هو الأمريكان. بالأمريكا اهتموا بها بالأخص بستايل الجاز، وأكو كم بلد قليلة مثل أمريكا موجودة وأستراليا وكندا أنه آلة الساكسفون همينة يستخدموها بالسيمفونيا الموسيقى الكلاسيك يستخدموها، بس أكثر شيء هو آلة تعتبر جاز.
بس بلدان الشرقية لأنه إحنا مثلا الشرقيين بصورة عامة يحبون إنه يسوون شغلة مثلا فيك خلينا نقول إنه يجيبون آلة غربية ويعزفوا عليها بأسلوب شرقي أو يجيبون آلة شرقية يعزفوا عليها بموسيقى غربي. فالحمد لله إحنا صار لنا من زمان وحتى بالعراق احنا عندنا هواية عازفين ساكسفون اقوياء يعني على مستوى خلينا نقول الشرق الاوسط والعالم. هم زين خلينا نسمع شيء ثاني بما انه انت موجود. اختبار اختبار نفس يعني بس شيء شرقي. شيء شرقي هو كان شرقي ستايل يكون مثل ما قلت اكو على ستايل شرقي. هو انا اكثر شيء مثلا انا كشخصيه انا احب انه اسوي ميكس دائما بين فور اكزامبل الفانك فانك ميوزك اللي هو اخترعوها من السبعينات مثلا ويا مثلا بيات شرقي وهاي السوالف يعني مثلا يعني مو شرط بس لو كان ويا البان كامل كنا نسوي لكم حلو لليوم انت يعني ميكس ميكس بين الفانك خلينا نقول والبلوز وياها شرقي بيات. زين انا دا اشوف انه من حكيتنا عن حبك لآلة الساكسفون شوي خلينا نطلع من عندها. اكو آلة ثانية انت تحبها او تعزفها؟ كل الموسيقيين يحبون كل الآلات يعني اكيد يعني لانه خلينا نقول واحد يكمل الثاني يعني تكملة هي اكيد وحسب الستايل اللي انت تريده. مثلا بالجاز انت ما راح تحتاج سترينجز يعني كمانات ما راح تحتاج تشيلو بس راح تحتاج ترامبيت ترومبون اذا بيج باند تحتاج مثلا فرانش هورن حتى وكلارنيت وفلوت وبيكولو يعني درام من الالات اللي انا احبها كلش يعني لو ما كنت مثلا عازف ساكسفون اكيد كنت عازف درامز يعني درامز وتجي سوى لانه حلو تحس الكومبينيشن حلو مو اي بالضبط انه الكومبينيشن كلش قوي بيناتهم. زين انت منو المثال الاعلى لك بالعالم الموسيقى او الساكسفون؟ هو انت منو القدوه مالتك وتمشي على الخطى مالته؟ شوف بالنسبه لي انا لانه انا من عائله فنيه انا ابويا موسيقي حلو وامي همنا هي موسيقيه عازفه فلوت ابويا عازف بيانو ما شاء الله يعني فرقه متكامله انتوا عندكم بالبيت. البيت احنا ما راح لازم المره الجايه لازم احنا يعني نسوي فت استعراض موسيقي هنا. وبالنسبه لآلة الساكسفون مثلا انا يعني برايي اي واحد مثلا يتعب على روحه انا بالنسبه لي هو قدوه يعني وهو عازفين تعبوا على روحهم وسووا شغلات مثلا بالشرق الاوسط وبالعراق واورف عراق يعني اورف الشرق الاوسط همينه مثلا اكو عازفين على مستوى العالم ديف كوز ميشيل لينكتون هذول يعني خلاص كملوا الآلة يعني انت بالطريق ان شاء الله. زين احنا نعرف موسيقى مال النمر الوردي اذا تتذكرت كنا من احنا صغار صغار نحب هاي ونركب عليها فيديوهات همين انه نسويها فشي مضحك فنقدر نسمع هسه الكل يتذكر هذا الفيلم الصغار والكبار فممكن نسمعها اليوم اختبار مثل ما قلنا ميكس سوا
هاي كل مرة يعني من نقعد ويا أصدقائي ونتمرن وهاي نسوي هاي الشغلات كلش يعني. هي هاي الفيكة الأخيرة تميزكم أكيد. بس هي مو صعبة جدا يعني إذا أنت تقارن الميكس اللي إذا تخلي البارت الشرقي يكون دائما أصعب من أكيد. الغربي أكيد صح؟ لأنه هو آلة غربية بحت مو مثل خلينا نقول آلة الزورنا أو بالابان. الزورنا هي الشرقية. شرقية يعني 100% يعني هو جايبين الألحان والنوطات. كل على مثل الموسيقى الشرقية مسوينها. القانون مثلا. بس هذا لا هو بحد غربية. وأنت تحتاج مثلا شفايف تسويها مرات بالأصابع تسويها مرات اثنينات مسوية. يعني جهد يراد لك تركيز أكثر. زين هذه الآلة بما أنه هي غربية. انت اختارتها لو مثلا الاهل انه لا هو اختار لا بصراحه يعني اني من بين كل الالات شنو اللي يميز هاي الاله خلاك تختارها؟ وانا من طفولتي احب صوتها بعد ما انا بلشت خلينا نقول نشاط مدرسي مال اطفال عزفت على الفلوت ورحت معهد فنون جميله باربيل همنا كنت فلوت بس طلبت من الاساتذه انه أريد ساكسفون خلص بعد حبه يعني فهم قالوا لا وصاروا شويه مشاكل لانه ما كان عندنا مثلا درس يعني ومنهج لهذا الآلة قلت انا على حسابي اجيب كل شيء بس انتم خلوني يعني فهم الحمد لله يعني خلوني انه اعزف على الآلة وكملت الكليه ومعهد الكليه بصراحة حلو زين نشوف انه بالمدارس مثلا يخصصون مثلا حصة واحدة للآلات او اللي عندهم مواهب وهيك وحتى نشوف نهاية كل فصل مدرسي نسوي احنا فد فقرة او فد شيء نحط فيه آلات موسيقية هو شيء كلش حلو. احنا دائما عندنا يعني درس الرياضة والفنية الدرسين اللي يكون اكثر شيء يستغلوهم وياخذون مثلا امور رياضيات تجي فرصة بقى فرصة تعالوا ناخذ هذا الدرس ف يعني هي الاثنينات هم الرياضة والفن هو فد شيء كلش مهم وخاصة أكيد. الفن لأنه مساحة مثل ما قلت بالبداية أنه الإنسان والفنان يعبر من خلاله أكيد. ممكن هو ما يقدر يعبر عن طريق كلمات وأنتوا الفنانين خاصة الإبداعات مالتكم كلها تطلع عن طريق الساكسفون يعني شنو هي بعد مشاركاتك أنت شنو طموحاتك وين تشارك أكو مهرجان كبير جدا تطمح أنه أنت تشارك بهذا المهرجان أكيد يعني أتمنى بس هو كل يعني اذا واحد يشارك بالمهرجانات الموسيقيه او تشامبيونز اللي هم يسموها مرات على مستوى العالم بحيث يكون مثلا جاز او فانك او جلوبال ميوزك مثلا كل هذا موجوده بالعالم الموسيقي يراد له مثلا شركات يسوي لك اياها يعني يراد لك الاعلام تحتاج دعم يعني دعم يكون دعم عندك. بالضبط لأنه الموسيقيين بالعالم كلهم يسوون عقد ويا الشركات والشركات هو اللي مسؤولة يجيب له مثلاً يجيب له حفلات وهاي الشغلات وهاي بالضبط وحفلات مو إحنا فاهمين الموضوع الحفلات بالصورة غير إنه مثلاً السهرات مسمينه حفلات السهرات غير والعازفين اللي يعزفون مع احترامي طبعاً الشديد اللي هم هذا الشغل بس عازفين اللي يشتغلون بالسهرة بس هو بروفيشنال أكثر قصدك أنت بالضبط أكيد بروفيشنال على مستوى عالمي ويشتهر ويسوي يتعب على روحه يسوي له ألبوم وينزله على البلاتفورمز اللي موجودة حالياً بالسوق مثلاً على بس ما تعتقد إنه مشاركة بالمهرجانات والشغلات العالمية يحتاج لها جهد كلش كبير لما توصل لها الموسيقى يحتاج جهد أي. صدقني بالعراق هواية عازفين أقوى منهم ألف مرة يعني صدقني يعني عندنا إمكانيات هنا الفنانين موجودين إمكانيات فردية كلش موجودة على أي آلة تريدني أجيب لك أسامي حتى أقدر يعني أجيب لك أسامي بالضبط على كل آلة بس المشكلة من إعلامنا مع الأسف يعني ما يقدر هذا الشيء وبلاس ماكو شركات يدعم يعني يجمع مثلا الفنانين ويسوي لهم ألبومات ويطلعهم ويشوفهم الناس انه عندنا همنا موجوده بهذا يعني اكو فيستيفالات مثلا جافا فيستيفال اللي موجوده باوروبا يجمعون كل الموسيقيين اللي بالعالم حتى كل واحد يشوف الجهد مالته وبلاس الميكس مالته بلده مع جاز مثلا هذا من طريق الشركات راح يصير ما اقدر اني اتواصل بواحد شخص فردي ما اكيد انا شخصيا مثلا شاركت بهوايه مهرجانات مثلا بكرواتيا بتركيا بايران كل البلدان شاركت بها وعزفت مع اشهر المطربين الاتراك والفارسين ما شاء الله اكيد حلو.
وحتى مثلا رحت سويت كونسرفاتوار يعني بكرواتيا على موسيقى الجاز حتى اكمل اللي انا اريده، حتى اسويها ميكس مثلا مع الفن الشرقي اللي عندنا بالعراق، لانه انت بالعراق هاي تختلف ويا كل البلدان، لانه مثلا ما عندك انت بس الروحيه العراقيه، لا انت عندك البصراوي، عندك الكردي، عندك البهاديني يختلف مع المسوراني اللي بالانبار يختلف مع الروحيات هوايه، فانت خلينا نقول زنقين بالموسيقى الشرقية بالضبط، انت زنقين، فيراد لك الواحد مثلا يجمع لك اياها ويسوي لك ميكس ويشوف للناس صوره حلوه. ما شاء الله عليك صراحه. بس قبل يعني نختفي وياك لازم نسمع فتشي خاص بيك انت، الماستر بيس مالتك شنو هي فتشي انه انت تعتز بيها انه تعزف؟ هو بصراحه انا عندي كليبات مالتي، عندي هواي بروجكتور اللي مسويها، بس يعني حاليا ما اقدر اشوفكم شغله اللي انا اريده، لانه بوحدي ومثل ما قلت الاله يحتاج له مثلا باند كامل، بس او تراي ماي بيست يعني. اوكي احنا متاكدين انه فتشكر حلو راح يكون. التحكم بال يعني بالنفس فشي كلش صعب انا اشوفه، لانه هاي تحتاج لنفس قوي جدا. سيفان بايدار المطرب هو وفنان وموسيقار الكردي، شكرا لتواجدك ويانا، وصراحه اغنيتنا وكانت فطاش كلش حلوه. انا ادست عليك يعني هو واحد مهما تكون قدراته كلش قويه كم ساعه تتدرب؟ لانه مرات الواحد من يصير قدراته كلش قويه يبطل تدريب، والتدريب ضروري حتى لو انت كنت كلش بروفيشنال. ترى الموهبه اهم من تقرأ وتتعب. إذا ما عندك موهبة لو تقرأ 5000 ساعة باليوم ما راح توصل اللي أنت تريده. أكيد التمرين أكيد يساعدك، بس لازم يكون موهبة موجودة، وإذا موهبة من جيناتك بعد راح يكون أحسن يعني. وأني مرنت هواية تعبت لحد ما وصلت مثلا التحكم بالنفخ والتحكم بالشفايف مثل ما قلت نتباوز 24 ساعة. عشان ايدك سيفان مثل ما قلت تاتش حلو كل شان على البرنامج، وصراحة اغنيتنا اكيد احنا راح نستضيفك بالحلقات الجاية، بس هالمرة لازم تكون العائلة كلها موجودة حتى نسوي سيمفونية. ان شاء الله. شكرا لك سيفان. زهراء اكيد مكملين مع المشاهدين، ونذكر اكيد بهاشتاج حلقتنا لهذا اليوم اللي هو المحجر اللي تهتم بيها وتحب انه تقتنيها وهم انه تؤمن بطاقتها. احنا صراحة التقرير راح اوكي مشاهدينا، خلونا لعد ننتقل بين ما نكمل وياكم نروح الى هذا التقرير الرياضي ونرجع وياكم.
الخير على عيونكم مشاهدينا. مثل ما نعرف هواي أشخاص يعانون من السمنة، أيضا أكو أشخاص يعانون من اكتساب الوزن. فاليوم راح نتعرف إحنا وياكم على طريقة زيادة الوزن بطريقة صحية باستخدام بعض التمارين ونظام غذائي صحي. خليكم ويانا. مثل ما تعرفين هواي أشخاص يردون يضعفون، بينما أيضا أكو أشخاص تلتسمن ويواجهون صعوبة بهذا الموضوع. دائما أكو أشخاص يقولون أنه إحنا قد ما نأكل وزننا ما يصعد، فشنو السبب؟ السبب بنوعية التغذية اللي يتغذون عليها. يعني مثلا عندنا الشخص اللي يريد يضعف مثل الشخص اللي يريد يسمن، نفس العملية أنه هو يلتزم بنظام صحي من الأكل بالتغذية. يعني هنا عندنا اللي يصعد وزن نزيد عنده نسبة السعرات الحرارية اللي هي الكالوريز، بس تكون حسب وزنه، حسب طوله، حسب هو بعد ما نسوي له تشيك اب شنو عنده نواقص بالجسم كهرمونات كغدد، شنو الأشياء اللي يحتاجها هو كمثل زين. كابتن هواية اكو انه عبالهم انه السمن له علاقة بالدهون، انه لازم تاكل اشياء دهنية حتى تسمن، فشنو رأيك بهذا الموضوع؟ هو ما يصير، يعني هي ما تسوي شيء. هي ليش تلتجئ، هي كشخص دا يصعد وزن او ولد او بنيه، ليش تلتجئ الكابتن؟ لان هي تريد تصعد بطريقه صحيه، الطريقه الصحيه اللي هي نبني عضلات للجسم ونقوي الجسم، بالاضافه انه نحافظ على منطقه البطن والخصر تبقى ما بيها دهون. ليش؟ لانه التزمين بنظام غذائي. اما اللي يلتجئون كفاست فود حلويات هالسوالف، هذا هو اصلا يقدر يسمن، مجرد هو يفتح معدته ويسمن، لان هو يريد مجرد بس يسمن، هو مو همه انه يصعد مثلا كبناء عضل او يصعد وزن باي طريقه، هو يريد يصعد وزن وخلاص. اما الاشخاص اكثريتهم اللي يلتجئون الي يعني كمدرب يقولون انه احنا لازم نريد نصعد وزن، بس احنا ما نريد بطننا، ما نريد الخصر، ما نريد اي شيء يبرز، اوكي؟ احنا مجرد نريد نبني عضلات ونقوي جسمنا وبنفس الوقت نرتب جسمنا. فدائما يلتزمون بتغذية صحية حسب هم السعرات الحرارية اللي يحتاجوها خلال اليوم، نزيد من عندها، والإضافة تكون التمارين مالتنا كلها عبارة عن تمارين بأوزان كترتيب كورس، يعني تمارين خلال الأسبوع يتمرنون عليه. زين كابتن هواية اكو يلتجون لطرق بديلة غير الرياضة، انه ممكن ياخذون مواد مسمنة او حبوب، فشنو تأثيرها على المدى البعيد على الجسم وهل بيها فائدة؟ هو أي شيء، أي كيميكال، أي دواء يدخل للجسم بي سايد افكت. أنا عادة ما ألتجئ هاي الحبوب والأشياء اللي تفتح الشهية، دائما أنطيهم طريقة، أقول لهم أنا يعني أول ما بلشت كان عندي فات، ففترة من نزلت كنظام غذائي سويت وهيك شيء، فتعلمت أنه شلون أنا أكبر معدتي. يعني اليوم مثلا اكل فشي، ثاني يوم مثلا اكل شيء اكثر من اللي اكلته، وكذلك يعني لا نزيد عدد الوجبات بالتدريج، نزيد عدد الوجبات، نزيد الكميه مال الاكل. كل يوم راح يتقبل الجسم انه يتقبل هالكميه، ممكن كأنتي يعني انه خاله ببالك هذا الموضوع، فما يحتاج لا ادويه لا اي شيء. يعني مجرد انه احنا راح نعتمد على الفيتامينات اوميجا 3، فيتامين سي، هاي الشغلات اللي راح نحتاجها. يعني الأشخاص اللي يعانون من الضعف ممكن يسمنون عن طريق الرياضة؟ أكيد طبعاً، بس هي ماكو رياضة تسمن بدون ما نظام تغذية، لأن إحنا كنريد هي مو سمن، هي بناء عضل. إذا نريد نشتغل عليه فنحتاج تغذية اللي هي 70-80%، والأكسرسايز همينة يعني فد 20-30%. كابتن استحكينا عن التغذية، شنو تكون التغذية؟ يعني كروتين يومي ممكن اي شخص يسوي بالبيت؟ اكيد احنا ممكن، يعني انا قلت لكم هاي العمليه الثانيه اتبعها انه كل يوم مثلا ازيد الوجبه مالتي، ازيد الكميه، ويعني بالتالي انه انا راح اقدر استقبل كميات من الاكل ماكو اي مشكله.
كتغذية يعني كشخص هو ممكن بالبيت يعني حاول يسمن بطريقة صحية، انه ممكن انه هو يزيد عدد الكارب، وجبات الكارب خلال اليوم، يزيد الدهون الصحية، هاي ممكن ياخذ على قد احتياجه باليوم وشوية اكثر، راح يلاحظ من اول اسبوع زيادة بالوزن لان زيدنا نسبة الكارب، بس الكارب اللي هي النشويات تكون مطبوخة بطريقة صحية مو بالدهن مثل ما حكينا، اذا شخص يريد يصعد بطريقة صحية. كابتن احكي لنا شلون نصعد، يعني تاثير الصعود بالوزن بطريقه غير صحيه شنو تاثيره على شكل الجسم وتاثيره على جسم من الداخل؟ يعني هو نفس الشخص اللي يريد يضعف، هي بعد فتره من راح تصعد بطريقه، اي شخص يصعد بطريقه غير صحيه حتبدي عنده هواي اعراض، مثلا نحول بالجسم، نقص فيتامينز، هواي اشياء، لانه هو ما اتبع الطريقه كسيستم كامل انه يمشي عليه حتى يصعد بطريقه صحيه. هو هدفه دائما يجون البنات يعني السكيني عندها هواي يعني مثلا عضلاتها انه ضعيفه، بالنسبه للعظام عندها كلش ضعيفه، ما تتحرك هوايه، فهي من تيجي تبلش بنظام صحي يعني لازم انه كسيستم كامل تمشي عليه، مثل ما حكيت لك كتغذيه كتمارين. لاحظ انه اغلب اللي اجسامهم ضعيفه يكون عندهم نحول، دائما تشوفيهم نايمين خاملين. اكيد انا عندي هواي اشخاص يجون يعني حركتهم بطيئه، بس ممكن يعني مثلا يوم بعد يوم تشوفين انه اكو تحسن في اللياقه، تصعد لياقتهم. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير. طبعا كانت فقراتنا متنوعة مثل ما قلنا، اليوم هو كل أربعاء يكون مميز، لكن لهنا وصلنا لختام ونهاية فقراتنا لهذا اليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا، نلتقيكم بالأسبوع الجاي. أكيد نتمنى لكم أسبوع ممتع، نلتقيكم بالأسبوع الجاي. مع السلامة. مع السلامة.